عايزة أروحه where is، أكتب اسم المكان أو هقول how can I get to اسم المكان بتاعنا. طيب يرد عليك عشان هيدي الاتجاهات لازم يستخدم اسلوب الامر. ليه لازم يستخدم اسلوب الامر؟ لان انت بتديله تعليمات حاجة يعملها، امشي يمين امشي شمال. where is the library، فين المكتبة. where is the bank، فين البنك. where is the supermarket، فين السوبر ماركت. او ان انا استخدم سؤال تاني how can I get to، اكتب اسم المكان. لما يديني بقى المكان ازاي اروحه لازم يستخدم حاجة اسمها اسلوب الامر. طيب ايه هو اسلوب الامر بتاعنا؟ يقول لنا امشي على طول، لف يمين لف شمال، ده اسمه اسلوب الامر. واسلوب الامر بنبدأ اول حاجة بالفيرب، بنبدأ بالفيرب بتاعنا في الانفينيتيف، الفيرب بتاعنا في المصدر. يعني ايه اسلوب الامر؟ يعني مثلا عايزة اقول لحد ان امشي يمين او امشي على طول، اقول له go من غير I ولا he ولا she، أبدأ الجملة بتاعتي بالverb go straight on. خدنا go straight on يعني ايه grade 4 go straight on؟ نفس ايه احنا خدناها go straight ahead. sorry go straight ahead يعني ايه go straight، يعني ايه go straight امشي بخط مستقيم. طيب بعد كده نقول بقى الخطوة اللي بعدها، خد المنحدر لوحدها. كلمة أهد يعني على طول. take the second. ممكن نقول خد المنعطف الشمال يعني take the second left. second هنا يعني ايه؟ بصوا خد المنعطف يمين، يعني بصوا كده، بصوا لو انا دلوقتي ماشيه في الشارع اهو وعايز اوصف المكان بتاعي، انا واقفه هنا، انا اهو واقفه هنا اهو، وعايزه اروح مثلا هنا اهو، هنا اهو اللايبراري، هنا المكتبه. فهيقول لي ايه؟ go straight ahead يعني امشي على طول. ده منعطف وده منعطف، هو عاوز مني اخش منعطف التاني، يبقى هيقول لي ايه؟ take the second second right، لان ده اسمه first يعني الاول، الاتجاه الاول، وده اسمه second، يبقى هو عايز مني ادخل الاتجاه التاني، ادخل الشارع التاني، يبقى take the second right. طيب بعد ما قلت له امشي على طول ولف شمال، لازم اقول له مكان الحاجة فين. فين المكان ده؟ مثلا اللايبراري قدام البنك، يبقى اقول له the library المكتبة is in front of يعني أمام the bank، أمام البنك. how can I get to the supermarket؟ يعني هوصف المكان. هتوصفي الطريق الاول، هتقولي لي امشي ازاي، امشي ازاي انا عشان امشي معاكي. تمام. اللي بعدها take the second drive. يبقى امشي على طول، هنسيب المنعطف الاول ونخش المنعطف التاني. ها السوبر ماركت مكانه فين بقى؟ السوبر ماركت، سوبر ماركت مكانه فين؟ The supermarket is next to the library. برافو عليك، يبقى go straight ahead take the second right. وقالت لنا بقى ان السوبر ماركت جنب اللايبراري. برافو عليك يا مريم. طيب يلا يا عبد الرحمن، where is the school؟ take the second left. Dig
the second left، خش المنعطف التاني، امشي على طول وخد المنعطف التاني. وصف لنا بقى مكان المدرسة. The school is behind the hospital. The school is مش behind، دي in front of. In front of the hospital. يبقى برافو عليك. It's in front of يعني أمام the hospital. وصح صح كده يا عبد الرحمن.